لو خالد بن عثمان بن عبد الله وصحبه التسليمين. قال الإمام، ما زلنا في الإمام أحمد رحمه الله، ما زلنا في مصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل إبراهيم، قال أخبرنا منصور بن الرحمن يعني الغدني الشعبي رحمه الله، حدثني أبو جحيفة رحمه الله الذي كان علي يسميه وهب الطير. قال لي رضي الله عنه: يا أبا جحفة، لا أخبرك بفضل هذه الأم بعد نبيها؟ قال: قلت بلى. قال: لم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأم بعد نبيها رضي الله عنه، بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وبعدهما آخر ثالث ولن يسمه. ثم قال رحمه الله: عبد الله، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا شريك رحمه الله عن ابي اسحاق رحمه الله عن ابي دحيح، قال علي رضي الله عنه: بعد نبيها ابو بكر رضي الله عنه، وبعد ابي بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، ولو شئت اخبرتكم بالثالث بالسيله فعلته. ثم قال: حدثنا عبد الله رحمه الله، قال حدثنا منصور بن من رحمه الله، قال حدثنا خالد بن زياد رحمه الله، قال حدثنا ابن ابي جحيفه رحمه الله، كان اب من شرطي رضي الله عنه، وكانت تحت المنبر. فحدثني رحمه الله انه صعد المنبر علي رضي الله عنه، عبد الله، أبو عبد الله، بس الصوت بايظ خالص، ما عندك، ما فيش نت عندك. شوف احمد. نعم. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم رحمه الله، قال حدثنا خالد بن اياد رحمه الله، حدثنا عون بن ابي جحف رحمه الله، كان ابي من شرط علي رضي الله عنه، وكان تحت المنبر. فحدثني انه صعد المنبر يعني الله عنه، الله تعالى واثنى عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خير هذه الأمة بعد أبي أبو بكر رضي الله عنه، والثاني عمر رضي الله عنه، وقال: يجعل الله خير حيث أحب. الشهادة الثانية شيء. انتهيت من سيدنا. حدثنا عبد الله، قال منصور بن مزاحم، الصوت غير واضح. قال حدثنا الله، حدثنا النبي، حدثنا شريك بن أبي عن ابي جحيف رحمه الله، قال: قطع علي رضي الله عنه: هذه الامه بعد نبيها ابو بكر، وبعد ابي بكر عمر رضي الله عنه، ولو جئتكم بالثالث فعلته. ثم قال: حدثنا عفان قال رحمه الله، قال حدثنا حماد رحمه الله، قال عطاء ابن السائب عن ابي رحمه الله عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه فاطمه بعد معه خالته وساده من ندم حليف ورحياني وثقان ومرتين. فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد نكبت صدري. قال: وقال الله أباك بسببي فاستخدميه. قال: وأنا والله قد طحنت حتى ما مجلت يداي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بك أي بني؟ قالت: لأسلم عليك، استحيت أن تسأله ورأت. فقال: ما فعلت؟ قالت: استحيت أن أسأله. فأتيناه جميعا. قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لقد تنوت حتى اشتري. وقالت فاطمة رضي الله عنها: قد طحنت يداي، وقد جاءك الله بسبي ساعة، فأخدمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة وبنون، لا أجد ما أنفق عليهم وأبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فدعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهم. فقال: كانهما. ثم قال: أنا أخبركم خير مما سألتموني؟ قال: بلى. فقال: كلمة علمنيهن جبريل عليه السلام.
فقال تسبحاني في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10 إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 احمدا 33 وكبرت 34 قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له ابن الكفاء وليلة بن قال قاتلكم الله يا أهل العراق نعم ولا ليلة الصيد. ثم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن قيل عن الشعبي رحمه الله جميعا ان عبد شبح يوم خميسي ورجمهما يوم اجلدهما بكتاب الله ارجمها بسنه رسول الله عليه وسلم. الحكم سيدنا لا هات الحديث الاول، الحديث الاول وهو قوله الحديث الاول سيدنا قبل اللي هو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغدانية الأشلة عبد رحمه الله حدثني أبو جحيفة رحمه الله رحمه الله أجمعين الذي كان علي يومي وهب الطير قال علي رضي الله عنه يا أبا جحيفة خلاص محمود محمود خلاص محمود الصوت متقطع جدا وعندك النت ضايع جدا. قال علي بن ابي طالب خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وبعد ابي بكر عمر ولو شئت اخبرتكم بالثالث لفعلته. وحديث صحيح لكن شريك ضعيف سيء الحفظ، لكنه لكن الحديث له طرق اخرى تقوي، وهو كما قلت في الكوفه خطب بالناس وقال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ما قصب ثم عثمان، وساله محمد الحنفيه ما خير هذه الامه قال ابو بكر وعمر قال من بعده قال عمر قال ثم أنت قال ما أبوك إلا رجل من الناس ما أبوك إلا رجل من الناس. وفي رواية قال كان أبي من شرط على أبي جحيفة كان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني عليهم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله تعالى الخير حيث أحب. نعم يعني هنا عن علي بن ابي طالب لما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بعث معه بخميله ووساده من ادم حشو هليف ورحيين وسقاء وجرتين فقال علي لفاطمه ذات يوم والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري قال وقد جاء الله اباك بسبي فاذهبي فاستخدميه فقالت وانا والله قد طحنت حتى مجلت يداي فكانوا في فقر فقال ما جاء بك اي بنيه قالت جئت لأسلم عليك واستحيت أن تسأله ورجعت فقال ما فعلت قال استحيت أن أسأله فأتيناه جميعا فقال علي يا رسول الله والله لقد سننت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك الله بسبي وسعى فأخدمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم. شوف انظر هنا المسألة في المصالح وهذه ابنته ولا يقدمها هنا وقال ولكني يعني لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. وهنا انظر هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتركها صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها شيئا بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس وذلك يعني تراه أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قدم أهل الصف عليه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهما دخل في القطيفة غطت رؤوسهما تكشف أقدامهما وإذا غطايا أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثار فقال مكانكما ثم قال ألا أخبركما بخير ما سألتماني ثم علمهما أعظم ما يمكن رزقا ورزق الله جل في علاه منوط بالذكر وكلما كان المرء ذاكرا كلما كان أغنى. قال تسبحان في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10 إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمدا 33 وكبرا 34 قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له ابن الكواء ولا ليت صفين فقال قاتلكم الله يا أهل العراق نعم ولا ليلة صفين يعني أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الصحابة في التأسي
لأنه علم أنه لا يمكن لا 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 يمكن أن يوفق ولا يمكن أن يكون يعني ناجحا طائعا لله جل في علاه إلا أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. هذا الحديث الثالث، وفيه كما قلنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة فاطمة رضي الله عنها وأرضها سيد نساء العالمين. وهذه يستخلص منها مسألة واحدة، وهي وهذه المسألة، فأن الدنيا لا تساوي شيء عند الله جل في علاه. لو كانت لأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأعطاها للصحابة، لأعطاها لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يحدث ذلك لأن الدنيا لا تساوي شيء. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة قال جبريل أن تواضع فاختار الآخرة على الدنيا. الدنيا ملعونة والأمة فيها إلا ذكر الله مولاه وعالما ومتعلما. الفوائد المستنبطة: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، حقيقة الأمر ثم عثمان ثم علي. الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن الله زوجه فاطمة. يقال وإن كان الحديث أصلا يسانيدها فيها شيء أن علي تقدم لفاطمة أبو بكر فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم عمر فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أمرني ربي أن أزوجها لعلي. وهذه من الله جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.